اهلا بكم في حلقه جديده من قرانيات. الباجي، الباجي ده قاضي فقيه مالكي، راجل مهم قوي. ده ازاح الستار عن حاجه مهمه جدا. اهلا بك يا اخي مالك. اهلا بك اخت فرحه. مين الباجي ده بقى؟ نعم، باجي مثل ما تفضلتي في البداية قلت إن هو كان فقيه، وهو أحد كبار فقهاء الأندلس في القرن الحادي عشر، وما زال كتبه إلى اليوم تدرس من جانب كثير من الدارسين الفقه في العالم العربي والإسلامي. أيوه. وكل شخص يعني مهتم بالفقه يعرف اسم أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. أيوه. هو بالإضافة لأنه فقيه كبير كان أيضا مختص في علم الحديث، وإضافة لذلك هو مارس القضاء في الأندلس، كان قاضيا في الأندلس. ولكن الباجي بعمق نظرته لعلم الحديث وتحليله للحديث، في ذات مرة كانوا في جلسة عم يعلم الطلاب، في جلسة تعليم للطلاب، فكان الحديث يدور القصة الواردة في صحيح البخاري. أيوه. بخصوص صلح الحديبية. في صلح الحديبية كان في إشكالية، يعني بعد ما اتفقوا على الصلح، أيوة، فقروا كتابة محضر الصلح، فكان في خلافات حول بعض العبارات، هذه العبارة تكتب أو لا تكتب، مثل بسم الله الرحمن الرحيم تكتب، ولكن اتفقوا على كتابة باسمك اللهم إلى آخر التفاصيل. أحد الإشكاليات كانت أن هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، فالقرشي قالوا لا نقبل بأن يعني نوقع تحت كلمة رسول الله، أن نحن لا نقبل بك رسولا. فعمل ايه الرسول؟ فقال طيب اوكي، حتى نتفق يعني على صيغه وسط حتى مقبوله، يعني هم محقون. قال اذا يعني نكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله. فكان في طرف من المسلمين يكتب، يقال ان اسمه علي، ربما كان علي، علي ابن ابي طالب. فهذا الشخص المسلم عندما طلب منه محمد ان يغير الكتابه من رسول الله الى محمد، رفض هذا الرجل. فيقول الخبر في صحيح البخاري على الشكل التالي: فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله. يعني محمد هنا كتب. نعم. فهو أضاف، يبدو أنه يعني بالصيغة التي يعني حكيتها، أو قال أني فكتب، وضح للمستمعين المتعلمين، فكتب محمد. فسألوني تقصد أن محمد كتب بيدي؟ قال نعم، لأن الضمير فكتب يعود على محمد. صح. فصار منها قصة، خرجوا طبعا يعني الطلاب يتحدثون، القصة تزايدت من مكان إلى مكان إلى مكان آخر، وانتشرت في كل الأمصار، لدرجة أني نحن صار أني أخبرني، صار بمعنى صار في نقاشات عريضة في المشرق والمغرب بهذا الشأن. ولكن كان الباجي متمسكا برأيه، وقال بأن القرآن أيضا يدعم رأيه في الآية القرآنية التي تقول في الآية القرآنية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أيوه. قال بأن هذه الآية القرآنية تنفي عن محمد معرفة القراءة والكتابة قبل القرآن، قبل الدعوة. أيوه. ولكن فيما بعد أنها لا تنفي. يعني استرشد بموضوع صلح الحديبية وبآية قرآنية. نعم. كمان وهو تمسك في هذا الموقف، وأثار فيه طبعا جدل والتهم في الهرطقة والزندقة، ولكن بقي متمسكا في موقفه. يعني الباجي يا جماعة بيؤكد أن محمد كان يكتب، وان الايه القرانيه بتنفي انه كان جاهل بعد ما بقى نبي، لكن قبل النبي ما يكون نبي هو كان جاهل فعلا. كمل. نعم. فهذا هو الموضوع النقاش بين الأمية، يعني الباجي العالم السني الفقيه الكبير ينفي أمية محمد، واعتبر ان أمية محمد ليست معجزه. نعم، بحد ذاتها ليست معجزة طبعا. طيب شكرا يا أخي مالك. أعزائي المشاهدين، محمد كان بيكتب، محدش يتباهى بأمية بجهل، كان بيكتب، وفي أدلة كتير، بس عشان الحلقة دي قصيرة من قرآنيات، نشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.